غينا لي يعقوب يقطع الكره يعود محمد الشعب حسين منصور حسين خرج الكره نحو لاعب رقم 13 يعقوبي غينا لي يعقوبي وهاب التويتي يلعب الكره محمد الشعبي يمشي في وسط الميدان احمد الشعبي حسين المرزوقي احمد الشعبي عاود ياخذ كورته في وسط الميدان عمليه 1-2 تبادل كره تقصيره بين لاعبين جابسه لكن تعود للمستقبل التاكلينج متميز من احمد الشعبي احمد الشعبي يبحث على عكس الهجمه احمد الشعبي يلعب هلا يا سيدي هلا يا سيدي يلعب الكره متفضل ايمن التويتي نحو حمزه يا سيدي حمزه يا سيدي نحو احمد الشعبي وسع الكره ارضيه حسين منصور حسين منصور يمرر الكره احمد الشعبي احمد الشعبي وسع الكره والحكم يؤمر بمواصله اللعب البحث على التمرير نحو احمد الشعبي داخل منطقه 18 احمد الشعبي وسع الكره أحسين منصور يعادل النجم تمشي كرة مهدية للناصر أحمد الشعبي أحمد الشعبي رجع الكرة للخلف ورطة دخل بن التونسي نور البيشي يمر الكرة نحو أحمد الشعبي أحمد الشعبي صاحب الأسيست أحمد الشعبي مقابل الصفر فرقنا يفتتح نتيجة أمام مستقبل رجيش 1-0 سبورت تعود الكرة عن طريق أحمد الشعبي أحمد الشعبي والمخالفة المخالفة لمستقبل جيبس عمل كبير قوي أحمد الشعبي في اللقطة الأخيرة المساندة تمشي الكرة لكن الجلاسي بالرأس يعود يوسف الجلاسي للتأمين الدفاعي والمخالفة ضد أسامة الملاط يرتكب المخالفة كم يخلي الأسبقية تمشي في وسط الميدان أحمد الشعبي أحمد الشعبي أحمد الشعبي يدخل الدفاع تويرا كورتو في اتجاه أحمد أو هذا تغيير حتيوش أحمد حتيوش على اليمين اش يعمل حتيوش عنده الكرة توزيع من حتيوش وعند كرة لصالح المستقبل أحمد حتيوش مرة ثانية فما إصابة لحسين منصور يخرج الكرة تماس لعب بسرعة حتيوش في منطقة الجزاء اش يعمل حتيوش يخرج الكرة حتيوش حتيوش على اليمين باتجاه القاتمة كرة ترجع من اللاعب أحمد حتيوش يعمل مراوغة ممتاز يمر حتيوش أمام الصباح ثم يخرج يقول الكرة حسين يلعب مع حتيوش ممتاز المراوغة من رياض حتيوش إلى حسين منصور مرة ثانية وهابة تواشي طويلة إلى حتيوش يعمل مراوغة يمر أمام ياسين العريض ويربح المخالفة يربح المخالفة أحمد رياض حتيوش اعتبر شحنون الحقيقة أحمد رياض حتيوش في مباراة اليوم نور الباشي حافظ على كورت إلى ياسين أو هذا اللاعب أحمد حتيوش حتيوش عنده الكورة ويراوغ
الى لاعب تمشي الكره الى نور البيجي والشعامبي، لكن تقطع له ويتحصل على المخالفه اللي تخول له الصعود والعوده الى الرابطه المحترفه الاولى. على كل هذه كره والتوزيع شويه يخرج الكره بالبوكس، ثم الهجوم المعاكس. احمد حتيوش عنده الكرة، احمد الشعامبي، ايهاب بن عمر عنده الكرة، ايهاب طويلة في اتجاه اللاعب احمد الشعامبي، فمثلا التسلل تبقى الكرة لاحمد الشعامبي على اليمين. ايش يعمل احمد الشعامبي؟ يحاول المرور، التوزيع في القائمة الثاني. حسين المنصور، كرة لصالح احمد حتيوش، يحافظ على كرته احمد حتيوش، لمسة واحدة لايهاب بن عمر ويدخل الدفاع، تبقى لاحمد حتيوش. ايش يعمل حتيوش في منطقة الجزاء؟ التوزيع لحسين احمد الشعامبي، يعطي الحكم الإشارة، نفذ الشعامبي على القائم الأول بالراس. وراوغ يوسف جلاسي، ممتازة العملية، ممتازة العملية على اليمين لأحمد الشعامبي، وصل ولا تدخل والإنذار الأول في هذه المباراة. الى ضياء المعتوق وريان يعقوبي، احمد حتيوش يوصل، حتيوش يوصل، الشعامبي عنده الكره، احمد الشعامبي لمسه واحده، انه الرغبه واضحه في تسجيل الكره عند احمد الشعامبي. كل اختار من الشعامبي، التوزيع من لاعبين للمستقبل. احمد الشعامبي عنده الكره، احمد الشعامبي طويل الكره بين سليم الجندوبي، ثم ايهاب بن عمر يلعب احمد الشعامبي على اليمين مع جسر النعساوي. احمد الشعامبي يحافظ على كورته، يمرر الى يوسف الجلاسي، يوسف الجلاسي عنده الكره، يوسف الجلاسي ممتاز، يخرج الشعامبي في المنطقه للتوزيع. جبالي طاقم تحكيم المقابله لليوم، نايم حسني كحكم ساحه، يساعده عمر الرياحي، محمد الزفلاوي. كره من ايهاب بن عمر الى احمد الشعامبي، احمد الشعامبي لمسه واحده الى عزيز فلاح، يرجع ممكن ترجع له حسين، حسين لمسه الى احمد حتيوش، ممتازه العمليه، نور البيج في مسلسل النور، التوزيع والكره مازال. عزيز فلاح، ايش يعمل عزيز فلاح؟ يراوغ عزيز التمرير والهدف الثاني، والهدف الثاني 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 عن طريق احمد الشعامبي حتيوش، ممتاز هذا اللعب. معاكس لمستقبل جابس على اليمين، الشعامبي، 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 ايش يعمل التمرير؟ حسين منصور، ايش ممتاز العملية لعزيز فلاح، لأحمد حتيوش، ممتاز العملية لنور البيجي، نور 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 الردري، ويدخل الدفاع، تبقى إلى الشعامبي حتيوش الكرة، هي الرجليسة.